هذا وشيع الوسط الإعلامي جثمان الشهيد عبد الله يحيى المؤيد الذي ارتقت روحه أثناء تأديته الواجب الوطني في جبهة المخاء. خلود يتوق إليه كل أبناء اليمن، وعلى رأسهم الإعلاميون الذين برزت أدوارهم في الصفوف الأمامية في مواجهة العدوان السعودي منذ عامين. الشهيد الإعلامي عبد الله يحيى عبد الله المؤيد وكيل وزارة الإعلام، إرادة تجذرت في أعماقه ليترك منصبه متوجها إلى ميادين الوغى والشجاعة، وهناك ارتقى شهيدا أثناء تأديته الواجب الوطني. كان مثالا يحتذى به لزملائه أكثر مما هو لأسرته. كان زملاؤه أكثر احتكاكا به، وكانوا يتلمسون منه صدق القول وصفاء الضمير وصفاء القلب وصفاء الخاطر. الإعلامي المؤيد جسد في شهادته أسمى معاني البطولة والتضحية والفداء، ومنح الإعلاميين اليمنيين بتضحيته الفخر والاعتزاز، فكان شجاعا أمينا على القيم وفذا في وطنيته. رسم مسارا جديدا في عملية الدفاع عن الوطن والذود عنه، وهي رسالة لكافة المكونات ولكافة القيادات الإدارية بأن يكون هناك نكران للذات، وأن يتجه الجميع إلى الدفاع عن الوطن وعن الأرض والعرض. هو شهيد يمثل نموذجا للرجل الذي يعمل في كل الاتجاهات، فهو رحيله واستشهاده ليس خسارة على الوسط الإعلامي فقط، بل أيضا على الوسط الاجتماعي والوسط الثقافي، حيث كان يعمل في كل الاتجاهات ويتحرك في كل الميادين. الموكب المهيب تقدمه الكثير من زملاء وأقارب ومحبي الشهيد، ونخبة من الإعلاميين الذين أكدوا السير على دربه. هذه رسالة لكافة الإعلاميين لكي ينظروا كيف أن هذا الشخص قدم روحه ونفسه في سبيل الله والوطن، فليكفوا عن المناكفات وعن توجيه أقلامهم نحو بعضهم البعض. عليهم أن يوجهوا سهامهم فقط إلى العدو السعودي الأمريكي. قدم ما لم يقدم غيره، ترك عمله، ترك منصبه في المكتب وذهب للجهاد، يعني أنه قدم عمله وقدم دمه. أبناء اليمن يلبون نداء الشرف والواجب مهما كانت المصاعب للوقوف صفا واحدا في مواجهة العدوان، وإن كان الثمن أرواحهم التي بذلوها رخيصة في سبيل الوطن. أكرم سران، اليمن اليوم. وجه